رديش على تليفونك ليه؟ كنت فين؟ اللي صحك يا خالد؟ كنت فين يا نوح؟ ايه اللي نزلك في وقت متأخر زي ده؟ كنت في فيلا الشريف مختار. مين اللي سمح لك تعملي كده؟ معلش يا خالد، هي كانت حاجة مهمة وكان لازم أتأكد منها بنفسي. تتأكدي منها الصبح؟ إزاي يعني تخرجي لوحدك كده حتى من غير ما تقولي لي؟ أنت فاكرة نفسك مين؟ أنا بس ما رضيتش أصحيك على الفاضي وقلت. ما عنديش أنا الكلام ده يا نوها، ما عنديش. قبل ما تعملي أي حاجة تاني تاخدي الإذن، مفهوم؟ مالك؟ معلش، مفيش، أنا تعبانة بس من قلة النوم. أنا آسفة يا خالد، ما تزعلش مني والله، أوعدك أوعدك اللي حصل ده مش هيتكرر تاني. طب بالك فيكي حاجة ولا إيه؟ مفيش حاجة. مجنونة، خش جوه. بكرة تروح المصريين.